هناخد الفيتامينات والاملاح المعدنيه والالياف من خلال طبق السلطه خماسي الالوان. هو طبق السلطه خماسي الالوان بتاع الدكتور احمد دهشان ده، طبق السلطه ده بيبقى فيه 5 ألوان رئيسيه. فتكلم على اللون الاخضر زي الخس، الجرجير، الكرفس، البروكلي، الشبت، البقدونس، الفجل، الرجله، الكابوتشي، الملفوف. مثلا وليكن على اللون الاحمر زي البنجر او الشمندر. طبعا البنجر والشمندر نعمل له حلقه ثانيه كده لوحده كده، نتكلم عن الفوائد الصحيه الموجوده فيه. نتكلم عن اللون الاصفر زي الليمون او الفلفل الاصفر. نتكلم عن اللون البرتقالي زي الجزر. نتكلم عن اللون الابيض اللي هو الثوم والبصل. لو احنا قدرنا ان احنا نعمل طبق سلطه خماسي الالوان بيحتوي على كل هذه العناصر، يبقى احنا ضمننا ان احنا ناخد الفيتامينات اللي احنا محتاجينها، ناخد الاملاح المعدنيه اللي احنا محتاجينها، هناخد ايه تاني؟ هناخد الالياف اللي احنا محتاجينها، وبالتالي هنحس بالشبع.